خلينا نروح بقى لمحافظة الغربية، بيتم عمل منظومة حصر إلكتروني للمحاصيل الزراعية الشتوية زي البنجر والقمح وغيرها. هنلاقي بقى ده بيحصل من خلال صور للأقمار الصناعية، وده بيساعد إنه يوفر معلومات وبيساعد إنه يوفر بيانات صحيحة عن الأراضي المنزرعة، وإزاي بيحصل فيه رقابة وإزاي بيحصل فيه حوكمة لمنظومة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي. يعني الأقمار الصناعية صورها تخش في تحديد المحاصيل، في تحديد المساحة المنزرعة، في تحديد فضلنا قد ايه، هل في مناطق تعرضت مثلا لمشكلة معينة، هل في مناطق نقدر نستفيد منها استفادة أكبر. أكيد في تفاصيل أكتر هنفهمها، ومعنا الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية عشان يفهمنا هذه الحاجات. دكتور بعد التحية، يعني فهمنا فوائد استخدام صور الأقمار الصناعية في الحصر الإلكتروني لأي محاصيل. يا أستاذ مصطفى طبعا، وعلى السادة المشاهدين وعلى مصر كلها جميعا يا رب بخير. في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيادتك احنا دلوقتي بنبتدي عملية الحصر الإلكتروني باستخدام نقاط بيتم رصدها من داخل حقول المزرعة بالمحاصيل الشتوية المختلفة زي محصول القمح ومحصول البرسيم ومحصول بنجر السكر وبعض المحاصيل الأخرى اللي موجودة في الدورة الشتوية. فعندنا فرق تم تشكيلها على مستوى المحافظة في جميع أنحاء المراكز، بحيث إن هيتم رفع أكثر من 1000 نقطة من داخل الزراعات المنزرعة بمحافظة الغربية. 300 نقطة هيتم إن احنا نرفعها من محصول القمح، 300 من محصول البرسيم، 200 من محصول بنجر السكر، 300 من باقي المحاصيل المختلفة اللي موجودة. وبيتم رصد هذه النقاط على أساس بتقوم الأقمار الصناعية برصد هذه النقاط وتحديد المساحات المزرعة بالمحاصيل لكل محصول على حدة، وخصوصا محصول القمح اللي هو المحصول الاستراتيجي اللي احنا بنعتمد عليه في توفير الغذاء بتاعنا. فكل محصول بيبقى له لون طيفي او بصمه طيفيه لكل محصول، بتحدد نوع المحصول، اللون بتاع المحصول نفسه ده بيبقى له بصمه طيفيه بتقول ان البصمه دي لمحصول القمح او دي لمحصول البرسيم او دي لمحصول بنجر السكر. فعن طريق الاقمار الصناعيه من النقاط اللي احنا بنرصدها دي، والكلام ده على مستوى الجمهوريه مش محافظه الغربيه بس، بيتم رصد هذه النقاط وتحديد المساحات المنزرعه بكل دقه لكل محصول. ده حصر الكتروني بيتم عن طريق الاقمار الصناعيه، وده طبعا له فوائد كبيره جدا بانها بتحط الارقام الحقيقيه امام المسؤول وامام متخذ القرار، بحيث ان الحصر يكون دقيق، نعرف متوسط انتاجيه الفدان قد ايه. لو 20 ارداف بقمح مثلا في 4 مليون، يبقى عندنا 800 الف طن او 8 مليون طن، ان بقى الدنيا كلها معروفه، نبقى نقدر نحدد الكميات اللي هيتم استرافها قد ايه وتوفير العمله الصعبه قد ايه. فهذا له فوائد كبيره وعظيمه. وكمان حضرتك عمليه الحوكمه بتاع مستلزمات الانتاج، ابقى عارف عندي عدد من المحاصيل هيحتاج اسمده بكميات محدوده، اقدر اوفر هذه الاسمده، وده طبعا مشروع كبير بيساعد على الوقوف على الزمامات كل محافظه والمساحه المزرعه فيها من كل محصول، وكمان على مستوى الجمهوريه، بحيث ان ما يبقاش فيه اي تلاعب ويبقى فيه حوكمه. وده طبعا وده واحد من الفوائد الكبيره للاستثمار في البنيه التحتيه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، وكمان تمكين التكنولوجي اللي بيحصل في الفتره الاخيره، ان احنا بقينا مهتمين جدا باستخدام احدث التكنولوجيات اللي فعلا بقت بتساعدنا لغايه ما وصلنا لمرحله ان احنا نقدر نتابع ونراقب المحاصيل الزراعيه من خلال الاقمار الزراعيه. كل الشكر ليك الدكتور خالد علي ابو شادي وكيل وزاره الزراعه بالغربيه، شكرا جزيلا.